الشهر الاول خالتي الداوية 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 السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تعطونا اللايكات والتعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا. سريعه مسكينه باغا تولد وما عرفتش كيفاش تولد، طلبات منكم يد المساعده. واش تولد قيصريه ولا تولد سيزاريان ولا تولد طبيعيه؟ بغات المساعده لانها مسكينه، تزوجات بنت 18 عام وباقا عزبه معمره ولدت. راه كتسولكم تعطيوها النصائح، نتوما اصحاب الخبره. الله ينزل عليك النعله السريعه، شنو نقول لك؟ الله ينزل لك النعله يا الكذابه. وانت والده جوج بنات وسامحه فيهم، وعلم الله هذا الشيء غير اللي عرفنا. وقيله والده ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، علم الله، مع كنت انت غامجه وقعت في الزناقي، كل واحد مع من والده. وخارجه البحث كتنزيع المشاهدين كتنزيع المتتبعين اللي متبعينكم، حقا بغيت نولد، واش غنولد هكا ولا غنولد هكا؟ حق التغذيه ديال الجنين، تيك ما تحب راسك غتولدي لنا المدير المنتظر. شنيتيكا دارت مع شنيتيكا غيوردو شنيتيكا، هادشي اللي كاين. لا فضح والله الا فضحتينا راسنا بهاد الولاده، غدا نولد لا كرشي لا ودني لا نيفي. تيكون ولدتي من المؤخره وتهنيتي انت اصلا، راه المؤخره قاضيه بها الغرض مع المفرقع. عاودي من المؤخره ما غتلقايش الصعوبه، نقدري تلقاي الصعوبه من جهه الغزاينو لانك ما كتخدميش ميه بزاف. اما المؤخره غتولدي منه، وقولي للطبيب بغيت نولد من المؤخره، هادشي في حالتي الا ولدتي. وانتم دابا بالله عليكم الطبيب ديالكم ولا الطبيب ديال الجوميا اللي جبتو لينا كيقول لك انك من 18 ولا مع 18 شهر 11 غتكملي 3 شهور ولا مع 5 شهور وتخرجي. من دابا وانت كتسولي في الناس، الناس هاد القضيه تسولي المراه اللي بقات لها 15 يوم وتولد، قالت لي 20 يوم وتولد، قالت لي 10 ايام وتولد، واخا تسولت الناس. وانت باقا 5 شهور ولا مع 7 شهور ولا مع 3 شهور، الحساب اللي حاسب نتوما، اما الحساب اللي حاسب لك حنا راه باقا لك 10 شهورين. حقا كيفاش بغيت نولد؟ وشي متتبعين شي مكلخين شي وحدين عندهم مدينات قالهم غير يقولوا مع كيتصلوا بها حزقينو من الافضل تولدي هكا. واش غتولد لكم الحزاق؟ وعباد الله فهموا راه ما حاملاش، راه كتفلى عليكم. لا حق ولدي هكا، لا لو ولدتي سيزاريان غتعذبي، الا ولدتي وهي كتاخذ النصائح ديالهم حتى هي زعما فعلا كذا وكذا. الله يعطينا وجهكم، الله يعطينا وجهكم الكذابين يا المنافقين. انت كي غدير تتحملي والمفرقع كتعطيه خلفينو، واش غتحملي من خلفينو؟ ما انتما كلشي معكم ممكن. ورا العاقه اللي غادا تكون حامله ماشي انت، العاقه اللي ما بقاتش كتصور وغبرات على الفيديوهات وغبرات على اليوتيوب وغبرات على التيك توك، بقات كتصور واقفه والكرش غادا وكتبان والوجه ديالها تكمش وما عرفت ولا في داكشي ديال الحموليه، هي اللي باين فيها الحموليه العاقه. اما انت راه مستحيل تحملي، تيكون مفرقع راجل اللي كتخرجي تضربي في الرجوله وكتعيري رجال احرار، عاد ديك الساعه نقدروا نشكوا انك تقدري تحملي واحد النهار. وهذه واش غتحملي انت عندك 55 عام؟ عالم المعجزات راه مشى، راه مابقاش المعجزه تقول لي لا 50 عام وغادا نحمل، لا انت 55 عام مابقاش تحمل، صافي تفكر في القبر. عندها 55 عام، وتحيه للمتتبعين العزاز اللي متبعينا. انا كنهضر على هاد الغزاين وهاد المعفونه اللي كطلع تجبه وتوصف الغزاين ديالها، سمعتيني؟ والبارح كتهضر لي في اللايف ديالها على المناطق الحساسه، وانا سولوه شوف واش عرفوا مزوجه بديوتي وش ماتها. قالت لهم سولوا المفرقع ديوتي بوكريشه
على المناطق الحساسة، مناطق هذيك هنا وهنا وهنا، راكم الاخبار في راسكم. قالت لهم نسوي على القهوة ديالي من تما، ديك مرة الغوز ينوها هو عندي غوز، والباه طالعة كتوصفي المكابس اللي متبعينك حقا المناطق، سولوا عليا انا. وهذا هو المشكلة، انت متناقضة، هو كيقول فيك كاين اودي ديالك انك كتبولي عليه، انت كتقولي لا انا عندي القهوة. دابا واحد فيكم يشد معنا الطريق، انت كتقولي مولات مصداقية، كتقولي لا القهوة والغوز وكا وبحال البيض المنقي، واخا راه وجهك يعطيك العرب، وجهك يبين لنا العربون. المفارقة كيقول لك لا، المناطق تبوالة، انت دايرة انت خانزة لغابة الامازون، ما غابة استوائية، وكتطلعي كتجبي حقا انا نقية بزاف، وكتكلاشي زعما في لالاك سعاد. شوفي سعاد مبقاتش غادا تجاوبك، اتهناي هناي سعاد مبقاتش غادا تجاوبك ولا تسول فيك، صارت كتوجد واحد المفاجأة. وشي مجموعة ديال القنوات بانو كيقولوا ان سعاد مشات دير الشفط، ما مشات دير الشفط، شغلة هاديك، دير الشفط جات معاها، دير النحت جات معاها، مخلصه فلوسها، ما كتسعاش، ما قالش لك معطيوني باش ندير الشفط ولا باش ندير الشحت ولا باش نركب ولا باش ننفخ ولا باش نفش. الجسد ديالها دير فيه اللي بغاتو، هي حره، حتى شي واحد ما شغلو فيها. حتى انا سمعت مجموعه ديال القنوات كيقولوا باش دير الشفط لا باش تزين لا مفرقع، بالعكس قولوا عاد غدا تزيان ملي غتفارق مع المفرقع، كيما طرا سميره والمخسور. شو سميره كيفاش كانت مع المخسور؟ تفارقات معاه تبارك الله النور على وجهها، وعايشه حياتها مع وليداتها، تشوف شنو بغات، هذا المسؤوليه مرا ونص. سعاد كذلك لا دارت الشفط جات معاها، دارت النح جات معاها، قالك فلوس هيك راك كتافة، ما سعاد حتى شي واحد، كان كتمشي تتحني وتجمع وهادي، ودارت ديور دير اللي بغات ديال هذاك الشيء. اما دير النح هو الا دارت الشفط النح بدر من فلوسها، وهاد المقلقه اللي كدافعوا عليها نتوما، هاد البواله، هاد الخانزه، هاد الشيطان الحباب، هاد المدلوله اللي ما عندها عائله، ما عندها حباب، وكتستحمر في المتتبعين، هل بيبي شاور، هل بيبي تقاشر، هل بيبي جنيه. والله نحلف لك انا بالله انت ما حامله، حامله بالحزاق، ولا يلا حملتي. نقدروا نكونوا في الاول طلقتي سلوبيه وشتي راسك حصلتي ومشيتي جبتي من شي بلاصه اخرى وركبتي تما وخبا في راسك، حنا عارف المفرقع راه مقاضي غراض، مقاضي غراض، هذاك راه هو خاص لي يقضي لي الغراض. قدري تكوني واحد شويه، واحد النسبه ديال 0.00069%، تكوني حامله واحد شويه. اما الحموليه ما كايناش، وطلعت تستحمري بديك الطريقه ديري لايف فيديو من اجل والو، اشنا هو حقا سولتكم على القيصريه ولا القصريه ولا بغيتك تخرقيها، واش نولد هكا ولا نولد هكا؟ تي جات ولدي تي تقييه ما تولديش، تقييه ما تولديش، نهار اللي ولدتي ادسنس لا سميه كذا، لا سميت وتاجرتي به، ما خليتي ما تاجرتي بديك الكرش ديالك، تاجرتي بجميع الاعضاء، الكرش ديالك ما عجبتي بها، تنفقت، تفشت، الجنين، حتى كرشك ولينا كنشوفوها منشوره في مواقع التواصل الاجتماعي، الغوزينو ديالك هذاك اللي حديث ولا حرج، المكابيت اللي متبعينك تما راه بزاف، وكطلعي الكلبه كتحلي فمك على الرجال وانت مجوجه غبديوتي، طلعي تنتقدي الرجال، لا هذاك عنده الموشطاج، لا هذاك بوشراوط، ايوا عنده الموشطاج ماشي بحال مفرقع ملط بحال القزيبه، وبعدا عنده الموشطاج وراجل ونص. ومن نهار اللي شفتي مو السريعه، من نهار اللي شفتي قدام المحكمه، او تيا كتهاجمي فيهم، حسيتي براسك تصيدتي، هذاك الشيء علاش حسيتي براسك تصيدتي بالمفارقات، سيده خايبه مجلوقه جات عند مجلوق، صافي راك عارف هذيك اللي كتقلب على اختها 20 عام في البحر بلا ما نسميها ليكم، هي هاد الغوزاينو هادي اللي كتقلب على 10 اختها 20 عام في البحر، هي هادي لصقت مع المفارقه ديوتي ديال الخلا، تلاقى معاها عاهرة. اش غادي نعطيوكم؟ نعطيكم هذا المحتوى الفاسد ديال عقوق الوالدين والفساد والغوزينو وهادي، باش عافي راسك رخيصة. شو سعاد ما عمرو ما قال سعاد طلعي وصفي الغوزينو ديالك ولا طلعي هضري في هادشي، حتى جيتي انت حتى عارفك مدلولة ما عطيكش قيمة، طلعي وصفي الغوزينو ديالك ما مسوقتش لك، الخبار في راسك، طيط كثر اللايكات والتعاليق والبارطاج فضلا وليس أمرا.